قلوبنا قست وغفلت عن الله، غفلت عن اليوم الآخر، غفلت عن القبر وما فيه من أهوال، غفلت عن يوم الحساب وما فيه من كروب وشدائد، غفلت عن الجنة والنار، غفلت عن يوم كان مقداره 50,000 سنة، غفلت عن يوم يشيب فيه الولدان، يوم القيامة لو علمت بهوله، يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان. والله والله لو عاينا ذلك اليوم العظيم يوم القيامة لما تهنانا بالطعام والشراب، ولما جمعنا الأزواج، ولما أكلنا وشربنا، ولما تلذذنا بهذه الحياة، ولكن والعياذ بالله قست قلوبنا حتى صارت كالحجارة أو أشد قسوة. يلهو الإنسان في هذه الحياة، يأكل ويشرب، يفعل ما يشاء، يصير في ركاب الصالحين أو ركاب الطالحين، يفعل الخيرات أو يرتكب المنكرات، يسارع إلى الطاعات أو يفعل المعاصي. ولكن بعد هذا ماذا؟ بعد هذا استمع: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. بينما الإنسان لاهي لاعب، بينما الإنسان يرتكب المعاصي والآثام، إذ بالموت يأتيه فجأة، إذ بأجله يأتيه بغتة، إذ بالموت يفجأه فجأة لا رجعة بعدها. ينادي الإنسان في تلك اللحظة العصيبة، ينادي ملك الموت: يا ملك أخرني ساعة أن أتوب. فيقول: فنيت الساعات فلا ساعة. أخرني دقيقة أتوب. فيقول: فنيت الدقائق فلا دقيقة. ثم يقبض روحه والعياذ بالله: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولكن إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ما هو الموت يا عباد الله؟ ما هو الموت أيها الأحباب؟ الموت طالب لا يمل الطلب، ولا يبطئ الخطى، ولا يخلف الميعاد. الموت باب وكل الناس داخله، الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الموت ما الدار. أيها الإخوان، كفى بالموت مفزعا للقلوب، كفى بالموت مفزعا للقلوب، ومبكيا للعيون، ومفرقا للجماعات، وهادما للذات، وقاطعا للأمنيات. هل تفكرت يا ابن آدم في يوم مصرعك وانتقالك؟ إذا نقلت من سعة إلى ضيق، إذا نقلت من سعة إلى ضيق، وخانك الصاحب والرفيق، وهجرك الأخ والصديق، وغطوك من بعد لحافك بتراب ومدر، فيا جامع المال والمجتهد في البنيان، ليس لك والله من مال إلا الأكفان، ليس لك والله من مال إلا الأكفان، بل هي للخراب والذهاب، وجسمك للتراب والمآب. اذكر الموت هادما لذاتي، اذكر الموت هادما لذاتي، وتجهز لمصرع سوف يأتي. يا عبد الله، لا شيء مما ترى يبقى بشاشته، والله لا شيء من هذه الدنيا يبقى، يبقى الإله ويودي المال والولد، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل نفس ذائقة الموت. يروى عن يزيد الرقاشي من خيرة التابعين ومن أفضلهم، كان يعاتب نفسه فيقول: ويحك يا يزيد. واستمعوا إلى هذه الكلمات أيها الإخوة، والله إنها كلمات مؤثرة. يقول: ويحك يا يزيد،
من ذا يصلي عنك بعد الموت؟ ويحك يا يزيد، من ذا يصلي عنك بعد الموت؟ من ذا يصوم عنك بعد الموت؟ من ذا يترضى عنك ربك بعد الموت؟ ويحك يا يزيد، من ذا يصلي عنك بعد الموت؟ من ذا يصوم عنك بعد الموت؟ من ذا يترضى عنك ربك بعد الموت؟ ثم يقول: أيها الناس، ألا تبكون وتلوحون على أنفسكم باقي حياتكم؟ اتق الله، اتق الله يا أخي، اتق الله يا عبد الله، تذكر أن الموت خلفك والقبر أمامك والتراب فراشك والجرد أنيسك والفزع الأكبر يتلقاك غدا عند الله عز وجل.